الصيام الحمد لله والصلاة والسلام الصيام ونص من الكرام ربنا أن على الهدى توفيقنا وتقوم آمين يا رحمن يا رحيم. أما بعد السلام عليكم. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الأكبر سبحانه وتعالى. لأن من بحر السنة هنام المقابل للنور وكذب بالحسنى أي كنت لوحدي في واسطة والشيء اللي مش هدور نحن. أنا أسلم لكم على رحمة البلاد وعلى المرسلين عشان بفرد بلدي حبيب تلك المجيد كما نجينا بفضل الله وإن أبيك إلا الحال أنت عليها حال المخزولين جميعا من ربنا الرحمن واصل أجيبك ربي كلما زدت كفرا وشبالا كل زادك ربي نجالة نجالة ونجالة وخسران ما شكت لا أكيد خسران فسن يسير وشعر ربي ربي قال سن يسير كل عسر فسن يسير للعسر يعني مآلك في الدنيا والآخرة كما أمك على مصر الحلال تدخل أثناء الحياة البرزخية في حضر الكفر لا يوم الغتال ولو تفست بدك بسبب خطار في يوم العصر ما زاد وما زاد زود الكيميائيات فيك عند الحضرة مش رافية العسرة نعود إن شاء الله تعالى.